حنا سمعنا انه جو جات السلطه هي اللي قالت لنا فوالا اصحاب الحوت خصهم يسدوا، مي ما عرفناش شنو المشكل اللي كان، واش كان شي مشكل ديال كورونا في المرسى ولا شنو. كاع اصحاب الحوت ردوهم، ما خلاو حتى شي واحد، يعني عقموا المحلات، عقموا كل شيء، يعني طرقوا الدنيا حتى قادوا الامور ديالهم ومشوا في حالاتهم. ما نقدرش دابا نحكم شي 15 يوم حتى 20 يوم تقريبا، هذا راه جايه شي اسبوع باش سادين لهم دابا، ما كيحلوا ما والو. بيان سور غنخافوا على روسنا، سي نورمال، حنا خدامين في مارشي راه سي نورمال غنخافوا على روسنا. حنا كنتمناو باش نخدموا ونرجعوا المياه الى مجاريها، هذا هو اللي كنتمناو. كراوات كتجمع علينا دابا، فهمتي اختي؟ خياطه كاملين يسدوا، كاملين الخياطه سادين لهم، فهمتي؟ ثلاث شهور دابا، هذا هو المشكل. حنا الكرا دابا الكرا ما غادي مول، الكرا ما غيرحمكش، ضروري غتخلص لي. قال لك خلي تشات تفوت الازمه، قال لك كل شهر نزيد لك شويه، كيجمع لك وكل شهر غيزيد عليك شويه. بزاف اختي بزاف، لقاو حالات بزاف، لقاو حالات مع دابا المرسى اللي حدا المرسى اللي في الهراويين، هي اللي كلشي كيتقدم منها، ما بقاش بنادم كيمشي للمدينه، ولا كلشي كيتقدم من المرسى ديال الهراويين، هذا هو المشكل اختي. ما كاين لا حوت لا والو دابا، واش الناس اختي كاين لا حوت لا والو دابا والو.